السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا جرى لطائرة الرئيس الإيراني؟ 6 أسئلة تشرح الحادث. أعلن التلفزيون الإيراني أن طائرات مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث هبوط صعب في محافظة أذربيجان الشرقية، وأوضح أن فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث في ظل ظروف جوية سيئة. في حين نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني لم تسميه أن حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية. فيما يلي 6 أسئلة وأجوبة لإلقاء الضوء على ما حدث وجوانبه المختلفة. أين وقع الحادث؟ ذكرت الأنباء أن مروحية الرئيس الإيراني هبطت بين منجم سرقون وغابة ديزمار بمحافظة أذربيجان الشرقية، وتعرف تلك المنطقة بتضاريسها الجبلية وغاباتها الكثيفة وريحها الشديدة، وغالبا ما يغطي الضباب الكثيف المنطقة. وذكر وزير الخارجية الإيراني أحمد وحيدي في وقت سابق أنه بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها. أين كان الرئيس ومن يرافقه؟ كان رئيسي في طريقه للعاصمة طهران بعد تدشين سد قيز قلعة سي المشترك بين إيران وجمهورية أذربيجان على نهر أراس الحدودي بين البلدين، بحضور نظيره الأذربيجاني إلهام عليف. وكانت المروحية تقل الرئيس الإيراني إضافة إلى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام الجمعة تبريز آية الله آل هاشم وبعض المسؤولين الآخرين. ما نوع المروحية ME-171 التي تستطيع الطيران حتى 600 كيلومتر؟ كيف وقع الحادث؟ المروحية التي سقطت هي واحدة من 3 مروحيات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق لها. وقد نشرت بعد ظهر اليوم الأحد أنباء عن حادث هبوط اضطراري وصعب للمروحية التي تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه. وذكر مراسل الجزيرة أن هناك معلومات عن اتصال تم مع أحد مرافق الرئيس، وهذا ما جعل الجميع في إيران يتحدثوا بأمل عن أن من كانوا على متن الطائرة في حالة جيدة. كيف وصف الإعلام الإيراني الحادث؟ أفاد مراسل الجزيرة بأن هناك غموضا في المصطلحات التي أطلقها الإعلام الإيراني عن الحادث، فيما نقلت رويترز عن وزير الخارجية الإيراني أن مروحية الرئيس عانت من هبوط صعب. كم عدد فرق الإنقاذ؟ وفقا لوكالة إيرنا الإيرانية، وصل فريق البحث والإنقاذ بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث إلى مكان المعلن، وبدأت عملية البحث، وتم إرسال 20 فريق لإنقاذ ومسيرات للمنطقة، كما تم إرسال 6 فرق من الكلاب البوليسية وفرق إنقاذ جبلي إلى منطقة الحادث. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قائد الأركان الإيراني أوعز للحرس الثوري والجيش والشرطة بصوره في إمكاناتهم للبحث عن مروحية الرئيس. هذا هو خبر هذا اليوم. صراحة هناك بعض الغموض بخصوص ما حدث، واختفى الأمل في عودة الرئيس على قيد الحياة، وأقيمت صلوات في عدة مدن أو كل المدن الإيرانية أقيمت فيها صلوات ودعوات من أجل عودة الرئيس سالما معافى بدون يعني أن يتوقعوا أو أن يعني يؤكدوا خبر وفاته. ولكن الغريب في الأمر أن ليلى عبد اللطيف قبل 4 أشهر تكلمت عن هذا الحدث.
الذي سيحدث بناء على توقعاتها باختفاء طائرة، والحدث يكون مهم، وأن كل من على الطائرة لن ينجو منهم أحد. هذا ما قالته بالضبط ليلى عبد اللطيف، وهو الآن متداول على نطاق واسع على منصة التواصل الاجتماعي في تأكيد على هذا الخبر، مزامنة مع الحدث الذي حصل لطائرة الرئيس الإيراني. هذه الأنباء صراحة فيها شيء من الصدمة بخصوص تفاعل الجمهور معها. كيف يمكن أن تتوقع ليلى عبد اللطيف هذا الأمر الخطير بهذه الدقة وتزامنا مع الحدث الذي هو الآن يشغل جميع وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنه حدث يعني خطير جدا وله أبعاد كثيرة، خصوصا أن الرئيس الإيراني لم يكن لوحده بل كان معه فريق من أهم شخصيات الدولة الذين اختفوا معه بطبيعة الحال، وتم رصد طائرة أين هي موجودة بشكل محدد. لكن الحدث، هل سينجو أحد من الركاب تلك المروحية أم أنهم كلهم أصبحوا في عداد الأموات؟ المهم الأخبار المتداولة حاليا أن الطائرة تم رصد مكانها، ولازال البحث جاريا عنهم بخصوص تحديد موقعهم بالضبط، يعني الفرق الإنقاذ، وتكلموا على مسألة صعوبة التضاريس وصعوبة الأحوال الجوية في تلك المنطقة لأنها صعبة جدا وصعب الوصول إلى مكان الحادث بالضبط. لهذا صراحة نتمنى إن كان الرئيس الإيراني ومن معه على قيد الحياة، نتمنى لهم العودة بسلام وأمان، وإن كانوا قد توفوا فهذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، ونترحم عليهم وإن لله وإن إليه راجعون إذا كانوا في حالة وفاة بطبيعة الحال. المهم هذه هي أخبار لهذا اليوم، وهذا هو الخبر العاجل. تحياتي للجميع وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.